انا مما جيت المنطقه دي تكيفت والله. انت عارف ليه؟ والله مما يعني لقيت الناس زي برا ناس بيستقبلوك ب يعني واحد من العلماء الكبار الشيخ محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى قال الكرم يغطي على كثير من الصفات، والقحطاني رحمه الله تعالى قال إن الكريم يسر بالضيفان. الناس لما تلقاهم من تجي داخل متبسمين وفرحانين وشباب وكبار وصغار وأعمامنا يعني الناس قدر أبهاتنا محترمين قاعدين بيسمعوا جزاهم الله خير ومتواضعين نحسبهم، وأطفال صغار كمان شفت الجينيات الصغار دي أنا شفتهم اتكيفت جدا والله، قاعدين ورا وقدام وشباب وكذا إلى آخره، وناس ما شنو ديل ناس والله نحسبهم لماون التوحيد. الناس ديل اللي قاعدين ديل لماون التوحيد بشنب وبدقن والمفلفل وبنطلون والقميص وبجلابية وبسديري، ديل لماون شنو يعني؟ لماون نسب؟ لماون التوحيد، نسأل الله يجمعنا في الجنة. والله والله واحد دي يا هل بتلم الناس. شفت الله واحد دي؟ يا هل بتلم الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء المدينة. الناس كانوا بيتشاكلوا بيتكاتلوا لماهم الله بالتوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءهم ودعاهم للتوحيد الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ده اللي بيخليك انت تحب اخوانك،